طبعا النقاش حوالين الغاء الاشراف القضائي تحت دعوى عوده القضاء الى سكناته يعني مفارقه مذهله ان الشعب المصري قاعد يناضل سنين عشان يبقى فيه انتخابات نزيهه وكل النضال ده بثوره عظيمه اتكلمت على الحريه وعلى العداله وعلى تكريس مبادئ الديمقراطيه ويجي اول مبدا من مبادئ الديمقراطيه اللي هي الشفافيه في الانتخابات عايزين يلغوها. فدي ناس يعني مجرد نقاش الاشراف القضائي الغاء الاشراف القضائي ناس منتويه على تزوير الانتخابات يعني من اول لحظه كده.